لذلك لن تكون هناك زيارة للرئيس أردوغان خلال الشهر الجاري إلى الرياض إلى السعودية؟ أنا حقيقة كنت أتوقع أن تكون الزيارة زيارة مزدوجة أثناء زيارته إلى الإمارات، أن تكون أيضا زيارة السعودية، وهذا ما فهم من تصريح الرئيس عندما قال أنا دعيت في فبراير فسأذهب وأزورهم، وهذا كان إيماء بزيارة دول الخليج الإمارات والسعودية. ولكن ما تزال هنالك بعض ربما التحضيرات التي لم تستكمل بعد لإتمام هذه الزيارة، ربما بعض الملفات العالقة يجب أن يتم تحضيرها بشكل أكبر. هو يا إما أبو ظبي نسقت مع الرياض إزاء ما تم من مصالحة مع أنقرة، يا إما انفردت بهذا المسار، أيهما ترجح؟ أنا أرجح بأن الإمارات انفردت بشكل سريع. الإمارات هي دائما تنفرد بمساراتها الإقليمية والدولية، بل بالعكس تتنافس مع السعودية في كثير من المسارات، لا تنتظر أن يكون هناك تنسيق مشترك. الإمارات في كثير من القضايا الإقليمية نجدها أنها تغرد لوحدها وأنها تتباحث لوحدها، وهذا حق الطبيعي، أي دولة لها سيادة لها أن تتصرف كما تشاء. قطر لكن انظر